اليوم الملعب هذا تاع الدويره اللي يحمل اسم علي عمار علي لابوينت تمد المولوديه. اول حاجه اللي لاحظها هو انه مؤسس المولوديه عبد الرحمن عوف ما بسمع عليه تيران دونترينمون تاع ستا ما بسمع عليه تيران دونترينمون عمي دريش نفس الشيء ما بسمينا عليه فيستيار. من المفروض الملاعب الرياضيه تحمل اسماء رياضيين من المفروض لانه عندنا رياضيين اللي سجلوا اسمهم في التاريخ. ما تنساش باللي عبد الرحمن عوف لما اسس المولوديه اسسها على اساس سياسي قبل تاسيس اي حزب يطالب بالاستقلال او يميز الشعب الجزائري عن المستقبل. قال احنا رانا ماناش معاكم. المولوديه تاسست قبل اي حزب سياسي في الحركه الوطنيه. هو اول حزب اللي تاسس في فرنسا هو نجم شمال افريقيا في سنه 27 والمولوديه تاسست في سنه 21. الراجل اللي اسس هذه المولوديه اليوم مغيبين. وعلاش؟ لان ولاد الحرام هما اللي يحكموا في البلاد. ما يعرفوش تاريخ الجزائر. ما يعرفوش تاريخ الجزائر. سمي على علي لابوينت، الله يبارك في علي لابوينت، سمي عليه شارع، سمي عليه لا، هما سموا عليه مارشي، علي عمار اللي جا فوق ساحة بورسعيد، فوق التياتر، يعني سوق علي عمار، هذا شوف عليه مليح، سوق علي عمار بسميه، ما يقولوش المدعو علي لابوينت، ما سمي عليه شارع تاع رمم القصبة وسمي عليه ساحة. بالنسبه للشارع اللي مات فيه البومبا اللي مات فيها لا بوانت ستاد من المفروض عبد الرحمن ومام ستاد تاع زرالدا اللي دايرين مركز تدريب. وعلاش ما يسموش على عبد الرحمن عوف؟ علاش هكذا نساو الرجال؟ الرجال هادو ما رجال. من المفروض راهو ستاد هذاك تاع زرالدا مركز تدريب راحوا دي تيران كل تيران يحمل احد مؤسسي المولوديا تاع محمد بوراس لعب في المولوديا واحد من مؤسسي وهو مؤسس الكشافه الاسلاميه الجزائريه اللي كانت تعتبر شغل تحضير الجزائريين وكانت هي مدرسه التوعيه السياسيه وكل جزائريين قليل اللي ما دخلش خاصه بعد الاستقلال وبدا كنا صغار شكون فينا اللي ما دخلش الكشافه. انا واحد حضرت الكشافه من 7 سنين 19 سنه فيهم. من اللي كان 7 سنين اللي كان 19 سنه وانا في الكشافه الاسلامي. الثانيه الجزائريه باش تميز على بقية الأفواج الكشفية الأوروبية. محمد بوراس ما كان حتىش يعني محمد بوراس اللي عقل سميو عليه ميدان الخروبة اللي نفذوا فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص. إيه الرسم تعاش تاريخ يعني وعلاش؟ لأنه تبوني في تاريخ الجزائر ولا شنقريحة في تاريخ الجزائر ولا رمي داني بهم يعرفوا تاريخ الجزائر يعرفوش تاريخ الجزائر الحرام. دونك نرجعوا ثاني انكور نغيبوا راجل فوالا نغيبوا راجل اللي اسمه عمر بطروني. اليوم لما نشوف حاجه مليحه لعمر بطروني هما ما وسخش يدو صافح يد دمويين
اليد اللي صافحتها هي حركة الجسد في باليسترو سنوات الدم. وإذا ما صدقتنيش راه نقرأ السال قال هو ذاكره وتكلم عليه وكان ذاك الوقت شنو ريحة ماهوش معروف. كان كورونال ذاك الوقت. وكان تحت أوامر عبد العزيز مجاهد. خسارة يعني مسخولك يديك اليوم. إي نعم. مسخولك يديك لا تصل المولودية كلها اللي متوسخت. اليوم مسخو المولودية ولا لا. مسخو المولودية. الوغ دونك انا نرجع وعلاش جايبين علي بن شيخ هو ممثل المولوديه؟ قل لي علي بن شيخ مثل المولوديه رمز بي فيرتيوز دابا ليلو ما كاش كيفو نحبو كلاعب وقتو كي راجل صاحبي ونحبو ورجل عار بصح خويا نقول لك لا اللي مثل المولوديه يعني اللي فريمون ماشي المولودية الجزائر كان الكرة الجزائرية اللي أعطى القاب للكرة الجزائرية وسجل الكرة الجزائرية بحروف ندب في التاريخ وعمر بطروني. نعطيك أنا بالدليل نعطيك بالدليل 75 اللاعب المتوسط كان ذاك الوقت اللاعب المتوسط عبارة عن ألعاب أولمبية جهوية مقابلة نهائي الألعاب كرة القدم بين الجزائر وفرنسا. كان عندنا 13 سنة استقلال 11 سنة استقلال 13 75 13 سنة استقلال ما زالت لعبة سخونة فرنسا فرنسا تصور انه خلاص يترفع العالم الفرنسي في ملعب 5 جويليا اللي يحمل عيد الاستقلال وضرب مارسيلياس شي اللي ذاك الوقت القيادة السياسية في البلاد من بومين ما حبوني ما حبش يبغى يدخل للسطحال باش ما يوقفش لانه لابد ان يوقف تحية العالم الفرنسي في بداية الموقع. ولكن تصور فرنسا تغلب الفوتبال احنا هذا واش عندنا عندنا فوتبال ما نقدروش شكون اللي ينقذ الموقف عمر بطروني سجل هدف تاعو برونونكاسيون كورنر مقلاتي ايغاليزي كورنر تيراه بطروني جاب بالون في راس مقلاتي ماركا تروازيام بيج وربح الجزائر الاول. عام من بعد في 76 ديسمبر 76 نفس السيناريو تاع الجزائر مولودي الجزائر نهائي كأس افريقيا الأندية البطلة أول فريق مغاربي يشارك في كأس افريقيا للأندية البطلة لأنه يعني بكري فالفرق المغاربية ما يروحوش افريقيا خافوا يضربوهم يديروهم ما كانش فوتبال مولودي غامرو أورا غامروا ورا ولحقوا للنهائي خسروا في كوناكري بالاربيتر ولا عسكر بلي بايونات سيغا مي كورون تاع التيران يعني ما عندك ما الرتو دقيقة 74 مولودية رابحين 1-0 في الريتور دونك خاسرين 3-1 مبقاش 16 دقيقة عمر بطروني انتيرون كورلو نشفى عليه كيما اليوم ماركي دوزيام بوت ماركي دوزيام بوت ماشي يروح يجري يروح يجري بالون قال نكملو سونتر دير السونتر باش نكملو بقات دقيقتين انكور عمر بطروني يدخل 18 يدخل 6 متر ويماركي 3 بيتي كاس مدير لي بيناتي صاحبي ما دار على علي بن شيخ لا حتى انا مولي نحبهم كاع صح عمر واحد عمر بطروني
سيفيك دي جوز افريكان كيف كيف هو لاعب في ليكيب ناسيونال عندهم مهمل في ليكيب مغربي لعب في المنتخب المغاربي اللي دش الملعب 5 جويلية في 72 دار حالها عمر بتروني في البارك دي برانس مولودية العاصمة مع باستيا باستيا كلاسور سيزيام في شامبيون دو فرانس ذاك العام تروني هم مازالوا روح حط في يوتيوب تابي ام سي ا باستيا وتصيب سكور 6-3 مونديال بلوس 3 في البارك دي برانس وبتروني دار فيستيفال 5 جوار داخل 18 يختفيوا الرحمن دونك اذا كان واحد اللي يستاهل باش يديروا له باه وقال هذا يمكن المولي هو عمر بتروني كيما تسمى ملعب على ميلود هاتفي من المفروض يتسمى ملعب على عمر بتروني لانه عمر بتروني مد اكثر من ميلود يعني ذكرناها واللي ميلود هاتفي كان ديفونسور وي يقول كان ديفونسور بصح لي غارديان بيوتي لي ديفونسور مالوروزمون ما يبانوش في الفوتبال سي توجور لي بيوتور هما اللي يبانو لي زاتاكون هما اللي يبانو وكانت فرصه لعمر بتروني باش نقذ الكره الجزائريه اكثر من مره وكان هو وراء الالقاب الاولى للجزائر المستقبل حب نحب وكره ننكره عمر بتروني كان قادر يدير اون كروند كارير في لاسي ميلان في لاسي ميلان كي جاو لعبوا في التدشين تاع ملعب 5 جويليا كما قلت بتروني كان في المنتخب المغاربي ريفيرا ذاك الوقت كان في لاسي ميلان قال ما تجيبوا لي هذا بجنبي نطبق الدنيا وحبوا يدوا لاسي ميلان اليبوك السياسه كانت هكذا بوبيان قال هذا ما يخرجش هذا سي لو سي ان باتريمون اي نعم قال بتروني اذا في باتي باتريمون الجزائريان كما منع ثاني عديد بن شيخ باش يروح يحترف قال له والو نتايا والو ما تخرج ما والو تلعب لي في نص تاع في الجزائر كانت هذيك الغيره على البلاد دونك دونك على هذه انا نقول في اليوم التشين تاع لعب كبيره كان من المفروض عمر بتروني يكون حاضر زنير حضر تري بيان بن شيخ حضر سي دي شامبيون دافريك وي بصح اللي داروا بتروني ما داروا غون توماج عميمر نعدي النقطة أخرى في هذا نشوفوا كيفاش الجزائر تضيع في الرجال تضيع في التاريخ في هذه هي الجزائر اللي يسيروا فيها ولاد الحرام شوف هذا بهذا الشيء